يعني هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم أن أحييت منا فأحيي على الإسلام، لأن الحي يراد منه أن يظهر شعائر الإسلام، والميت يراد منه اليقين، وذا قال ومن توفيت منه فتوفى على الإيمان. ثم قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم أتى بالدعاء الآخر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة غالب ما تأتي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم على الرحمة. قالوا لأن إيش؟ التخلية قبل التحلية، يغفر ثم يرحم، التخلية قبل التحلية. يعني لو أردت أنت مثلا تفرش فرشا جديدا أو تصبغ صبغا جديدا، ماذا تفعل؟ أول شيء تزيل السابق، ها، بعدين تضع الجديد. فهذا يسمونه التخلية قبل التحلية. فالأكثر في كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم يتقدم الغفور على الرحيم، وتقدم السؤال المغفرة على الرحمة، اغفر لنا وارحمنا. وعافيه يعني من مما يلحقه من الآفات. واعف عن، يقول أهل العلم إن إذا أتى اعفو واعفو عنا، يعني فيما قصرنا فيه من امتثال أوامر، يعني تستغفر مما وقعت فيه من المحظورات، وتسأل الله أن يعفو عنك فيما قصرت فيه من المأمورات. طبعا هذا عند اقتران هذه الكلمات، لو لم تقترن فالكلمة الواحدة تشمل معاني الأخرى، واضح؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، الرحمة أن يحسن الله على العبد بعد أن يغفر له، العفو أن يتجاوز عن تقصيره في المأمورات، وأكرم نزله، يعني النزل هو المكان الذي ينزل فيه ويتوضع له الضيافة، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. هنا في وقفة، المعلوم أن الماء الحار للتنقية أحسن من الماء البارد، ولا لا؟ أليس كذلك؟ أيهما أفضل وأجود للتنظيف، الحار ولا البارد؟ الحار. فلماذا قال إيش؟ وأغسله بالماء والثلج والبرد. يقولون ابن شيخ الثمين يقول لنا، يقول لأن ناسب أن تغسل الذنوب بالماء البارد، فالذنوب لها حرارة، فذاك ناسب أن يقول أغسله بالماء والثلج والبرد. طبعا الماء معروف، الثلج معروف، البرد الذي ينزل من السماء على شكل ثلج أو برد على شكل ثلج والبرد برد. طيب قال ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. لماذا الأبيض بالذات؟ والدنس يعني الأوساخ. قال لأن الأبيض لا يتحمل الأوساخ فيحتاج إلى زيادة تنظيف، ولا لا؟ وذلك حتى الناس في الصيف يغسلون ملابسهم أكثر من الشتاء، لأن الملابس الصيفية غالبا تكون فاتحة بيضاء ونحوها، فتحتاج إلى غسيل أكثر، بخلاف الملابس إيش؟ ذات الألوان الغامقة الملونة. فناسب أن يقول الثوب الأبيض، لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى مضاعفة في الغسيل. فقال كما ينقى أو نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، هذا واضح، لكن قال وزوجا خيرا من زوجه. قالوا ليس المراد أن، يعني ليس على كل حال المراد أن يبدله زوجة أخرى غير زوجته، ولكن يحسن له زوجته فتبدل إلى زوجة أخرى بمواصفات أخرى. وحينئذ لا إشكال لو صليت، بل لو صلى الرجل على زوجته الميتة ودعا لها وقال وأبدلها زوجا، ها فيصل، لو الزوج صلى على زوجته فدعا وقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، هو زوجها وهي ميتة، في هذا بأس؟ أو في هذه الحالة هو يدعو على نفسه؟ في الحقيقة هو يدعو لنفسه لا على نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا بدله الله عز وجل بزوج خير من زوجه، معناه أنه يغيره هو إلى زوج على صورة خير مما هو عليه. الاستدلال على هذا استدلوا بقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، والمحشر على أرض أخرى، والأرض هي نفسها على الأرض نفسها، لا
لكن تبدل إلى صورة أخرى. يسألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها مرتفعات ولا فيها منخفضات. فتبدل الأرض غير الأرض، يعني تبدل صورتها إلى صورة أخرى. وهكذا يدعى الميت أن يبدل الله زوجه إلى زوج بصورة أخرى، يعني حتى الزوج لو صلى على زوجته وقال إيش وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فهو يدعو لنفسه أو يدعو على نفسه؟ يدعو لنفسه. واضح؟ لأن بعض الناس قد من شد يعني من حبه لزوجته، وبعض النساء من حبه لزوجها يعني تقول إيش لا أريد زوجة غير هذه الزوجة من كثر ما يحب زوجته في الجنة، يا رب لا أريد غيرها. طيب ليس بالضرورة يكون غيرها، هي نفسها، لكن الله يبدلها إلى صورة أكمل وأفضل. طبعا أكيد لازم أهل الجنة ما يدخلون الجنة مثل ما هم الآن، وإن كان أهل الجنة. نعم. وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، هذه أو على سبيل الشك، يعني قد تكون شك من الراوي، وقد تكون أو بمعنى الواو، والأو تأتي معنى الواو في كتاب الله. قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سراجا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، يعني وأراد الشكر. واضح؟ لعله يذكر أو يخشى، يعني لعله يذكر ويخشى. واضح؟ ومثل هذا قيل إذا كان الحديث ليس فيه شك من أحد الرواة فيحمل عليه، من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك يعني فقد كفر وأشرك، احتمال أن الراوي شك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى الكلمتين، إما قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فالراوي قال فقد كفر أو أشرك. فإن لم يكن شكا من الراوي فتكون هنا أو بمعنى الواو، يعني فقد كفر وأشرك. واضح؟ وهذا الحديث الدعاء هذا يدل على إثبات عذاب القبر، لو لم يكن في القبر عذاب لما شرع الاستعاذة بالله من، والدعاء للميت أن يعيذه الله من، لكنه موجود حقيقة. قال: وأفسح له في قبره ونور له فيه.